سلامة ومرحبا بكم في كوجينتي. اليوم باش نطيب لكم دويدة مفورة بالدجاج. شنو نستحقوا للدويدة متاعنا؟ اول حاجة لازمنا باكو دويدة. انا خذيت ارطال دويدة، زوز فخضات، والدجاج انتي والعيلة متاعك، زيت باش نطيبو بيه، زيت زيتونة، راس بصل فرمتو كبير، ثلاثة كعبيت بطاطا وسفناري انا خذيت، وانتم شنو تحبوا، تحبوا بالخضره ولا بلاش، زوز مغارف كبار طماطم معجونه، 150 غرام حمص منفخ، واللفاح نستحقوا مغرفه كبيره فلفل زينه، ومغرفه كبيره تابل، شويه فلفل اكحل، شويه كركم، شويه هريسه، وحكيت خمسه فصوص ولا سته ثوم مفروم، وثلاثة ورقات رانكس. والحرورية كنتو ما تتحكموا فيها، تحبوا تزيدوا الهريسة، تزيدوا فلفل زينة حار، كل واحد وكيفاش يحب. توا أول حاجة نعملوها ناخذوا شقالة ولا صحفة كبيرة نصبوا فيها الدويدة متاعنا ونغرقوها بالزيت، خاطر الدويدة لازمها برشا زيت باش كي نحطوها تتفور ما تلصقنيش. بريس كيف المقرونة الدويدة، نو كيف مش المقرونة، نواصل خاطر كي ما زيتهاش بالباهي من بعد تشدلك، تبدا تتلصق في بعضها وما تجيش باهية، لازم تغرقها بالزيت باش كي تحطها تفور من بعد تجي كل كعبة وحدها. كزيدة ينجمو يقولوا لها الدويدة اللي هي الشعيرية وإلا شوفو دونش، هكا مكتوبة تلقاها على الباكو اللي ما يعرفهاش، كواحد يحاول ينوع شديمة مقرونة وعصر، كوا هي تجي أخف وأبن. أنا تعجبني واحدة من الناس خفيفة تحسها، عبيتها بالزيت وقبل ما تصب على في الصحفة باش تعمل لها الزيت، هكا تحط على الغاز نتاعك الماء يسخن بالبدا ويغلي باش تحط فور فيه الدويدة نتاعنا. توا باش نحطها في الكاسكاس تتفور، انا حطيت الماء خليته وبالبدا، توا نحطو الدويدة نتاعنا تتفور في الكاسكاس. خليوها تفور في عقلها، نمشي واحنا نحضروا الصوص متاعنا نغطيوها، وكل مرة نتفقدوها ونقلبوها، خاطر دويدة لازمها ديما تتقلب باش تيب مشيرات الكل. وتوا اول حاجة نعملها باش نحضروا الصوص، نحطوا ستة مغارف زيت، واحدة زيت، انتم شنو تحبوا، تحبوا زيت زيتونة ولا زيت نباتي العادي. نحطوا البصل نتاعنا، هذا بكم راس كبير بصل مفروم، نحطوا تريفات الدجاج، انا خديت زوز، وانتم على عدد العيلة متاعكم، والدجاج باش يتنحى لكم هكا تزلبيت وريحتو، هكا كي تغسلوه حطولو شويه خل نفخو فيه ونحيك الشحم زاد، ومن بعد اغسلوه بالقدا. توا نقليوهم شويه، نحطو لهم شويه ملح، توا نقليوهم يتقلى هكا، بس نحمروه شوية، نحطولو شوية فلفل أكحل وشوية كركم باش يفوح،
نقلبهم على الفاس في الخلاط الرفيع في وسط الدجاج متاعنا. لا 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 كتقلي نسيهم توا توا نحطو الطماطم متاعنا تتقلى نزيدوها شويه نقلوها بشوية ماء باش ما تشدناش ونقليوها ونقليوها حكاية 5 دقائق باش تتنحى الكروسية متاع الطماطم. وانا كملت قليتها طيب نحط طريقة الراند ونكمل نحط التفاح متاعنا. وتوا نمرقوها بماء دافي نغطيو الدجاج متاعنا كالصوص متاع الدويدة بس كيف صوص النواصر هكا ما تجيش لهي جارية لهي عاقدة متوسطة. حطو بجاك الفاح يدخل في بعضو زيتها شوية ماء وانتم الحمص كان عندكم معناتها مشري حاضر والا مكان جلين وهكا تحطوه من الاول. انا خاطر الحمص متاعي معناتها مشري حاضر معناتها طيب جوست نرميه في الاخر. هكا تصبوا الماء اللي تغطيوها توا نرميو السفنيريا متاعنا ونخليوها تطيب في عقلها. نقولها الملوخية نذوقها توا سي بون. فكنتوما ديما وين نطيبو ديما ذوق حالا هيك كان حتى كان ملحتها ولا حاجة كالبطاطا تشرب لك الملح وكان جاتك ناقصة وكان زيدها طرف ملح ديما عندك الحل. توا نخليها تطيب في عقلها نغطيها ونمشيو نتفقدو الدويدة متاعنا لازم ديما نقلبوها. الدويدة متاعنا نقلبوها اللي لوطا نقلبوه الفوق باش تطيب لنا عالشريط الكل. تاو ديما نتوما تفقدوها تاخد وقتها باش تطيب وتطرى. احنا ديما هاكا نعسو عليها ونقلبو ونغطيوها ونخليوها تفور. توا غليت شوية نرمي كعبات البطاطا نحطو كعباتنا يطيبو. نغطيو عليها وخليوها طبس نزيد نتفقد الدويدة متاعي ونحطو لها شوية ملح مش برشا ترى هي تستحق الملح الدويدة. نديرها الصوصة كاحنا ملح أمورها واضحة ديما نقلبو ونرشو عليها شوية ماء
باش تعطرنا، وفيسع اتيب ونحركو ديما نحركو. لا جبتو من برا. ونغطيها كالعادة ونخليها الصوص نتاعنا قريب يطيب. انا رميت لها الحمص، طيب باش نرمي لها شوية فلفل. انتم كان عندكم قرين هناك كان جلت وقصته صغير، انتم كان عندكم اكرمي لها كي قريب تطيب قرين فلفل باش يبان لها ويفوحها. الدويد نتاعنا كملت فورت سيي، والصوص طابت. طفيو عليهم، ناخذوا حاجه باش نحطوا فيها تفور في الكوشه، خاطر باش نحطوا نجمروها باش تتفور. ولوط كملت صبيتها هنا، توا نسقيوها الصوص. لا هي جارية ولا هي عاقدة، سقيوها بالكدا باش برشا جوجت باش تشرب لنا شوية باش كي نجمروها تجي مريقلة. راهو نخلطو ندخلو فيها الصوص. كملت صبيت الصوص، شربتها بالكدا. توا باش ندخلها للفور هكايا درجين باش تتجمر. هاكا الفور سخنوه قبل، بعد نرجع لكم وريكم الدويدة متاعنا كيفاش باش نزينها ونحضرها. الدويدة متاعنا حضرت، شوفو كملت جمرتها وزينتها، وان شاء الله عجبتكم الروسيت وتجربوها هكا. واحد يحاول يبدل كان ننصحكم تجربوها بنينة وخفيفة، سرتو للصغيرات يحبوها الدويدة. وان شاء الله نتقابلوا في وصفات اخرين، وما تنسيوش كان اول مرة تتفرجوا فيا تشتركوا وتنزلوا على سابوني وعلى الجرس اللي بعدها سابوني باش ديما يجيكم جديدي. وصحة وبشفي ليكم، باي باي.